السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. احنا يما اخونا الغالي حسن، السلام عليكم. وعليكم السلام. سوق مريدي جميع ايام الاسبوع ويوم الجمعة سوق الغسيل. عيني هاي الطرقات الصغار وحدة على شقد؟ 20000. الوحدة على 20000. طرقات صغار كلش حلوات. حسن الذهب تعالوا له ما يقصر وياكم. رب يحفظك ويرزقك اخوي. وغالي حياك الله حبيبي ورب يرزقك مقدما. هاي على شد البلابل الواحد على 20000. بلابل صغار. ايه عاشت ايدك، عاشت ايدك يا غالي. بلابل صغار الواحد على 20000. كل الالوان مال ديالة ذني. هذا بلبل طور على التغريد كلش حلو، هو القفص مالته 100000. هذا على التغريد فحل. وهذا ب60000، هو القفص أليف وكلش حلو تغريد فول. ب35000 هي القفص وحشية وبها مجال. بها مجال سوي الحب الزوج ب15 فناجس ب10000. دور الحب عراقيات الزوج على 15000 والتناجس زوجين 10000. رب يرزقك حبيبي. رب يرزقك يا غالي. الناس زوج 15 والتناجس زوجين 10000. هذا اني زوجين 75000 طير وفحل. وهذا اني 40000. هذا اني اوروبيات طيرة وفحل اوروبيات، طيرة وبلاين زرقاء والفحل رصاصي. وهنا الفحل يعني مدرب برينبو والطيرة الرصاصية. ذني 75000، ذني 40000. طيرة فحل تناجز على 10. تناجز طواير وفحل على 10، حلال اخونا الطيب ومتابعنا. وهاي طيور الحوض على ايش قد؟ اظن الشكريات على 20. اي. التركيبات على 35. الشكريات على 20000 الزوج، والتركيبات على 35. هاي ليفة هاي؟ هاي ليفة مينا ليفة هاي ب50000. هاي مينا ليفة ب50000. نهايتها 50؟ لا بها مجال على 40. هذني مينا بار وحشيات الوحدة على 25000. هذا بلبل تفاح شلون سعره؟ 12 ب 10 اميرهام. بلابل تفاح صغار. عاشت ايدك الواحد على 10000 نهايته. صغار بلبل تفاح الواحد على 10000. قديش هذا؟ 150. هذا 150000. شكري برصاصي هذا يسموه. قديش هذا؟ قديش بعد روحي؟ 150. هذا مصطفى الذهب اخوكم سوق مريدي. شلونك يا غالي؟ شلون اخبارك؟ الله يحفظك ويرزقك يا طيب. عيني ايش عندك اليوم؟ شنو الوجبه؟ والله عرب وبيش. عاشت ايدك ويزيد ويبارك. والله على ايش قد اخوي؟ البيش الزوج بالدافع. اي. والعرب الزوج باربعه. افراخ الدجاج العربي الزوج على 4000، والبشات الزوج على 3000. يما اخوكم مصطفى سوق مريدي. بشات وفراخ دجاج عربي. بشات الزوج ب3 وفراخ الدجاج العربي الزوج ب4. الوان حلوه حبيبي. هاي هي وفراخها؟ هاي هي وفراخها. شلون سعرها؟ هراتيات ب30000. اربع فراخ هراتيات والدجاج امهن عربيه.
ودي صوره وياك صوره. سافينا للذهب هذا مصطفى الذهب هذا. اول ما صور شو هذا؟ هذا اخوي الطيب هذا. والله والدي في 30 نهاية 30 مصطفى؟ بين الشرايب بلاش يا ربي يحفظك. والله 25 قفل؟ 25 قفل. 25000 قفل. هاي اراني بالزوج بعشرة. وهاي اراني بكلش حلوات. الزوج على 10 الوان حلوة. بين صغار وبين كبار. هاي الدجاجة هي وفراخها 25000. وراها 4 فراخ دجاجة عروية. الزوج على 20000. فراريج عربيات ذني. الزوج على 20000. هذا طائر السمان الزوج على 5000. سمان الزوج على 5000 الوان حلوة. وهنا الحجي عنده انواع البيض، بيض مال دجاج عربي مال هراتي مال كوجن. شو تريدون تعالوا يمه طيب بسوق مريدي. ربي يحفظكم. الله يبارك. بيش البيض مال الدجاج العربي؟ 500. الوحده على 500 والهراتي؟ 1000. الوحده على 1000 والكوجن؟ 1000. الكوجن والهراتي الوحده على 1000 وبيض الدجاج العربي 2000 الوحده على 500. يربي يرزقك حجينا الغالي. الله والدي. أفراخ الدجاج العربي الزوج على 4 وبمجال حتى على 3.5 درهم. عربيات اصليات ذني؟ عرب اصلي هذا. بهن صغار وبهن كبار. الوان حلوة. هاي بيش 35؟ 8 جوان عربيات. دجاجة عربية وراها 8 فراخ عربيات. نهايتها 35؟ نهايتها 35000. فراخها جامدات وكلش حلوات كبار. يما اخوكم عقيل. عيني شوفنا هذا ديت الهارات طلع لنا اياه بلا زحمة عليك. عاشت ايدك. هذا ديت هاراتي؟ شلون سعره هذا عقيل؟ طبعا منور عقيل اخونا. طيب جميع ايام الاسبوع بسوق مريدي، يوم الجمعه بسوق الغزيل. هاراتي كلش حلو هذا. عفاني عفاني بس هذه. نهايته كم هذا؟ نهايته 25000. يا عقيل الطيب تعالوا له. 20000. هاي ب 20000 دجاجه هراتيه. انا مال خضير ابو قاسم الطباخ. والنعم منه. هاي شلون سعره؟ 15 نهايته. 15 نهايته. هذا ب 15. الله يخليك. هذا ديك عربي كلش حلو هذا. صفقة الصفقة. حلالك نظيف عقيل عاشيده. نظيف وجوده. كله نظيف. هذا كوجن هذا؟ ليش حلو نظيف. كوجن ب 10000 هذا. مرخص واحد بالسوق. ذهب. كلش حلو هذا. 10000 دينار شوفه. 25 نهايته ب 20. هاي سعرها 25000. دجاجة كاركة. طفلها 20؟ طفلها 20. طفلها 20000 يوم عقيل تلقوها. الله يرضيك. البهادلي. عقيل البهادلي. الله يرضيك. نهايتها 20000 دجاجة كاركة. لا لا لا. هاي الدجاج العربي يم حيدر البيضاني. الله يساعدك حيدر. شلون صحتك؟ ليش الدجاجة؟ 10. الوحدة على 10؟ الوحدة على 10000 يم حيدر البيضاني. وهاي البشة؟ هاي بخمسة. هاي البشة بخمسة. والدجاجات العربيات الوحدة على 10000. دجاج نظيف حلو صاحي. حبيبي حيدر هاي شنو البيض اللي عندك؟ الطبقة ب 10. طبقة على 10000؟ بيض مال عربي؟ بيض مال دجاج عربي، طبقة على 10000. Thank you.
هذا اخوكم حيدر البيضاني الطيب. بيش هذا الديك اسباني؟ 25 الطيبين. هذا 25 الف نهايته 20. ديك اسباني كلش حلو بلتم تراكي بيض. منور حيدور يا اخوي. رب يحفظك يا غالي. تعالوا له سوق مريدي جميع ايام الاسبوع. يا هلا وكثير. ويوم الجمعه بسوق الغزيل. المباراه ثلاثه. ثلاث فراخ وراها هاي؟ ايه هاي ب20. هاي ب20 الف وراها ثلاث فراخ. عربيات الفراخ؟ الفراخ عربيات يم حيدر البيضاني وبها مجال 20 الف وبها مجال. يلا تبيه. بيش هاي الدجاجة؟ سبعة وبها مجال. دجاجة مال المصلحة هاي احمر بياض. يلا تبيه. ورد بياضة هاي دجاجة بياضة. هذني ديوتش اسبانيات 50 الف. نهاية الخمسين حبيبي؟ مال وين؟ نهاية الخمسين الف ذني. هلا ابو عمار شلونك؟ شلونك ابو عمار؟ شلون تحت؟ وهنا الحج الطيب ربي يحفظه يبيع باط، بشات، ارانب، شو تريدون موجود عنده. دجاج بسوق مريدي ربي يرزقك حجي. عيني هذا البش المصري على 20؟ الزوج. الزوج على 20. الكبار 50. الكبار زوجهم 50، ذني الرصاصيات كلش حلوات. كوبرا والصغار؟ البيان. والصغار؟ زوج 15. الصغار الزوج على 15. مخاليف الزوج على 15، ذني الكبار ب 50 الف كوبرا ذني. وهذا بيش الديك هاي الكوجن؟ هذا واحد ب 20 ديك كوجن. والارانب على ايش قد عندك؟ زوج ب 10. الارانب الزوج على 10. قبط شمالي زوجهن 30 الف. وهذني الحمامات القمريات يا كريم زوجهن ب 20. وهاي الارانب الزوج على 10000. السيفس الوحده على 25 الف. والوزات العراقيات الزوج 30. والبشات الزوج على 15. السيفسات الوحدة على 25. والبشات الزوج على 15. والبطاط ذني الزوج 30. وهنا اخونا الطيب عنده بيض مال السيفس وبيض مال قبج. تعالوا له بسوق مريدي. سعر البيضة على 1000. هاي مال السيفس وهاي مال القبج. هذا النقوبة ابيض زوج على 15 الف. صغار مخاليف قبج ابيض زوج على 15 الف. وهنا مثل ما قلنا لكم السيفسات الوحدة على 25. والوزات الزوج ب 30. والبشات الزوج على 15 الف. خدمة الطيبين. وهذا الدجاج الاحمر البياض الوحدة على 5000. هلا بالشباب الطيبين قواهم الله. الله يحفظكم. هذا الطيب عقيل بهادلي. شلون الصحة؟ هذا كوشن استرالي هذا؟ استرالي الاصلي. وعم انت الاصلي؟ الله يحفظك يا حلو يا مرتب. بيش هذا؟ 30 الف بلاش والله عمي بلاش. 25. ربي يحفظك يا غالي. نزلنا هنا خلينا نشوف عاش تيده. وهاي الدجاجه ب 15. وهاي الدجاجه ب 15 يم عقيل البهادلي. هذا على 10. هذني الوحده على 10. هذا وزه كوبرا وياها بناتها. بيش؟ هذني ب 40 الماي ب 35 نسيناها 75. هذني ب 75 الف. هاي الماي وذني بناتها كوبرا. هذا جاول هذا. بلغاري هذا الكوبرا البلغاري. أليفات مال بيت ذني يا معقيل بهادلي. تعالوا له ما يقصر ياكم سوق مريدي. عيني شوفنا الارانب بلا زحمه عليها. على ايش قد هاي الارانب؟ الزوج 18 و15 بالعدل. الزوج ب 18 و 15 يا رحمن ذني مدنفشات حلوات. عاشت ايدك عقيل حبيبي. هذا ب 10 فروجات، هذا ب 10. هذا ب 10 وذني زوجهن 10. جوا السوق يبيعون. هذا الدجاج السلكي تيك على 35. زوج ب 70. دجاج سلكي هذا. تك على 35.
شلون اخبارك؟ بشر. 35. هاي ب 35. فحى المخلف هذا؟ ايه. فحى المخلف سعره 35,000. سيفس او الديك الرومي، فحى المخلف هذا بعدد. حمام اسعاره مناسبه بسوق مريدي. عيني على ايش قد ذني؟ فوق على 8. كيك؟ زوج. زوج على 8. اي زوج يعجبكم على 8؟ شنو النوعيات ذني؟ زبيريات وبصاروه. زبيريات وبصاروه، ذني؟ خضار وزوج بستة. الزوج على 6، تك بثلاثة، خضراويات ذني. غالي قواك الله، الله يحفظك يا حبيبي. وهدن؟ ذن على 10. زوج؟ زوج. زوج على 10، تك ب5. شنو النوعيات؟ شلب حمر، هنداويات. شعلب حمر وهنداويات. هاي زواجي للزوج ب5. وهذني الزواجي للزوج على 5,000. اللي يريد حمام اسعاره مناسبه يم اخوكم ابو تشوني. سوق مريدي، تعالوا له ما يقصر وياكم. وهذول المتابعين الورود. متابعينك. غوالي، شلون الصحة؟ زينين؟ شلونكم؟ مثل ما تنشر فيديو حط لك لايك. شلون هالقناة محمد تي في؟ زينة. وين توصل ان شاء الله؟ لل3 ملايين. رحم الله والديك حبيبي، ربي يحفظكم غوالي، منورين منورين. اخونا الغالي، شو تريدون؟ تعالوا له سوق مريدي. بيد النسوج خوي. 10 نهاية. لاني ب10 كلش حلوات رابطة. فرد قلبك يا ولد. ذهب صافي انت. انا خادم لك، خادم لك. منور العزيز، ربي يحفظك. والله انا كلش فرحت من هاي موخرينها وصابينها، فشي ارتبي. تستاهلون تستاهلون كل خير. ربي يحفظك يا غالي. ان شاء الله السوق دائما مرتب ويحفظ العالم الطيب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. حلو اشوف من مصبوبه وماكو نفايات وشغلات عاشت ايدك. عاوز اجي يوم اخذ تك على 3,000 ما عدا 3 شادات، هذا واحد وهذن 2 ب 15,000 وبهم مجال. باقي انواع الطيور تك على 3,000. تك على 3,000 ما عدا هذا وهذن 2 شادات ب 15,000. قد هاي الهنداويات؟ الزوج على 20,000 هاي الهنداويات. حمام زينه هنداوي. اي زوج 20,000. عرايس ذني؟ عرايس هنداويات كلش حلوات. زوج على 20,000. حبيب شكريات. هذني نجفيات. شلون العزيز؟ ربي يحفظك يا غالي على راسي. في زوج هندني اخوي؟ هذني ب 30. هذني ب 30,000 قفل 25. هذا النجفي الشكري كلش حلوات. حمام النجفي. حبيب هذني هم نجفيات؟ هذني برص. في زوجهن؟ هذني ب 20. هذني زوجهن 20,000. غالي بيت ذني. هذا ابو جاسم فوق على 80. زوج على 80. اي زوج على 80؟ اي زوج على 80. صفر وشكريات. طواير رفح المزاويج. وهذني جوه هنا الزوج على 40. هذني مخاليف. الزوج على 40. هذني الزواج كلش حلوات. الزوج على 10,000 وبهم مجال، مو اسعار نهائيه. غالي هذني زوج 35، ذني ب 15. صفر ب 35، ذني الحمر ب 15. هذني الزوج ب 7. هذني الزوج ب 7. عيون ابو جاسم. الغالي قواك الله، ربي يحفظك. هاي زوج على 7 ذني؟ هذني 7 زوج. زوج على 7 وذني الصغار؟ هذني الصغار زوج 6. الزوج على 6 ذني الصغار؟ ذني 6 على 15 الزوج. هنا الزوج على 6,000 الصغار، وهنا ذني الزوج على 7 رابطه كلش حلوات. هذني على ايش قد ذني؟ هذني زوج 15. زوج على 15,000. هذني رابطه مضبوطات؟ هذني كلهم ابوهن ايطالي. هذني ايطاليات كلش حلوات، زواج الاوروبيات. هذني فناجز بيض كلش حلوات، قفص واحد. الزوج على 10,000 وبهم مجال.
الزوج على 10 وفي مجال. الكل بيض طاير وفحل. نتاية وفحولة ذن الفناجز. قفص واحد. الزوج على 10 وفي مجال. حمام قمر يا كريم الزوج على 20,000. الزوج على 20,000 حمام قمر يا كريم. يابا احنا اليوم بسوق مريدي ويم اخوكم عباس الطيب المحلة وراح نصور لكم اياه. نصور الحلال اللي عنده الموجود. شلونك عباس حبيبي؟ شلون صحتك؟ قد ذني زوجن؟ 125,000. هن وخانتهن؟ هن والخانة 125,000. هذن العزيز؟ هذن بدون خانة 100,000 انجليزيات. دور حب انجليزيات. هنا حسون بسبوس والفنجز الفراشة. ليش الحسون البسبوس؟ تكتب فعالية ب 40. حسون بسبوس الفول ب 40 والما يقرأ؟ ب 20,000. الما يغرد ب 20 واللي يغرد ب 40,000 والفراشة؟ فراشة ب 80,000. زوج ب 80,000 فنجز فراشة كلش حلوة. تكفى علي يسموه ب 60. هذا تكفى علي يسموه بلو وحدة ب 60,000. تغريد مالته كلش حلو. هذا الفنجز المذبوح هذا من الحله. اي زوجهن 35 بحله فراوله طايره وفحل. وهذني فناجز فراوله نفي وفحل. بيه زوجهن 100,000. زوجهن 100,000 فنجز فراوله اصلي. هاي الكناريات على شد ابو خضير اخوي. الواحد الواحد على 60,000 لاني مخاليف المفتل الفرنسي كلش حلو. الواحد على 60,000. اخوكم عباس طيب راح اخلي لكم رقم تليفونه جميع ايام الاسبوع بسوق مريدي محل بالسوق. وبيوم الجمعه تلقوه سوق الغزيل. تحياتنا لكم. هنا كناريات وحسون بسبوس على التغريد. سمعوا يلا تاخذوا تك على 40,000. وهذا الدرر تك على 150. فحل هذا اللي مال ترزير. وهاي الطيرة هاي الطيرة وذن اثنين فحل مال محمية ذن وحشيات اخواننا الاعزاء للتبزير. هاي نثية وهذن اثنينات فحل. هذا الدرة الهندي. احنا محل تحرير وابن علاوي راح يقل لنا الاسعار. شلونك حبيبي علاوي؟ شلون صحتك يا وردة؟ سلمنا على ابوك حبيبي. هذا المولي على ايش قد؟ زوج على 3,000. اسماك المولي زوج على 3,000. وهذا الجولد الزوج ب 4,000. الزوج على 4,000. جولد فيش الوان حلوه. هذني حبيب التترا. هذا الزوج ب 3,000. الزوج على 3,000 تترا. اسماك التترا الزوج على 3,000. وهذني حبيب الزوج ب 5,000. الزوج على 5,000 ذني جولد فيش بين 5 كلر الوان حلوه. القرش الاليف ببيش؟ الزوج 15 انه والجولد. الجولد الزوج على 15 والقرش ايضا على 15. هذا المولي؟ هذا الزوج ب 4,000. الزوج على 4 ذني مايات بي سولتير وبي مولي. هذني؟ هذا الزوج 15 ببغاء. ببغاء وحشي الزوج على 15,000. اسماك الببغاء الوحشي. هذا الزوج 12. الزوج على 12 اوسكار البينو. الزوج على 12,000. وهذا اني السكلت الافريقي. هذا الزوج ب 13,000. سكلت افريقي الزوج على 13. الزوج على 13,000. طبعا هاي مو اسعار نهائيه. تعالوا لاخوكم تحرير الطيب ما يقصر ياكم سوق مريدي. هاي الاحواض وهاي مستلزمات الاحواض طعام الاسماك شو تريدون موجود. واسعاره اسعار جمله اسعار مناسبه. تحرير بسوق مريدي المحل مالته ورقم تليفونه موجود مع باقي الارقام بالوصف. غني قرش؟ ايه غني قرش زوجهم 50,000. قرش اليف اثنيناتهم ب 50,000 على 25. والببغاء
ببغاء الزوج 50 والاوسكار الزوج على 25 خشنات. الفلور هاي عندنا. وهاي سمكة الفلور. هاي 50 ألف. وحدها ب50؟ وحدها 50 ألف هاي. فلور الحب أمهات عيون الحمر، الزوج على 15 والعاديات على 12. أمهات عيون الحمر الزوج على 15 والعاديات الزوج على 12 ألف. هنا أخونا الغالي عنده أنواع طيور الحب، شو تريدون موجود؟ جدني زوجين 15، هذني 15 ألف شكريات كلش حلوات، وهذني 12، هذني 12 ألف طيرة وفحل مزاويج كلش حلوات، وهاي اللي هنا على 12 ألف ذني عاديات، وهذا 15 ألف هنا الزوج على 15 هولنديات كلش حلوات، وبيهن ذني زوج أوروبيات، هذا الفحل وذيك الطيرة، هذا على 15 ألف ذني، أي زوج على 15. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.